كوكو، سلام البنات، واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا كامل بخير. توحشتكم توحشتكم بزاف بزاف. دونك اذا كنتي اول مره تشوفي لا فيديو تاعي، ما تنسايش تابونيني وتفعلوا الجرس باش يلحقكم كل جديد. وانتوما ديروا لي جام، ما راكمش ديروا لي لي جام. وعلاش وعلاش ما نغيتكمش انايا الجام هذيك؟ تشحوها عليا يعني، علاش؟ ربي يحفظكم كاع اللي راكم تدعموا فيا، اللي راكم ديروا لي في دي كومونتير شابين، راني نقرا في كل شيء وراني نشوف، وعلى بالي الناس الفيدال ليا. على كل حال ربي يحفظكم، حتى لو كان ما راكمش ديروا الجام وما ما راكمش مابونين وراكم زائرين، برك نقول لكم مرحبا بكم في قناتي. ونبداو الفيديو على بركة الله. البنات الفيديو تاع اليوم راح تكون متنوعة شوية، يعني من كل فن شوية. شوفوا راح نبدا لكم بالقضيان. القضيان يا البنات عندنا شحال، وحنا نشرو كل نهار واش نجي حنطيب ونقول له جيب 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 جيب. ما نكذبش عليكم، المصروف الشهري يخرج لنا خير، يعني كي نصرفوا شهريا هذاك المصروف تاع الشهر نحسها بلي تستقام لي مونشيغ على كل يوم جيب هادي جيب هادي جيب هادي، حت يعني الميزانية تاعك تفوتيها. دونك ما ننصحكمش به. واش درت البنات؟ حكمت تو دو ليست تاعي، شفت العفايس اللي راهم ناقصين، يعني عاوني بزاف هذا. هتشوفوا هاد التو دو ليست الكيوت هذا، كنت شاركتكم فيه قبل رمضان، يعني صراحه هايل هايل نفعني. هكا نعرف فريمون واش راهو خاصني واش ماهوش خاصني، يعني يفكركم حتى في الحاجات اللي بالك ما يجوش في بالكم، وبالكم تخرجوا بلا ورقه وستيلو. يعني توجور توجور اكتبي الحاجات اللي تكوني مسحقتهم البنات، باسكو تخرجي ولا غير تنسي. دابا نسيتي شربة حاجه تنسي زوج حاجات، دونك الورقه وستيلو هما رفيقك الدائم. هذه نصيحتي ليكم. هنا كيما راكم تشوفوا هاوليك القضيان، قضيت غير عفايس لي فريمون حسيت روحي بلي نسحقهم. ما راهيش الواحد ماهيش تنفحلو ديجا انايا من الوحم كرهت الطياب، وزيد بزياده مع هاد السخانه ما تعرفيش كامل كامل واش طيبي. على بالي بلي كامل وصاريكم هكا، والصيف يحب بزاف عفايس تاع قليان، عفايس خفاف، يسمى ماشي كيما الشتا. الشتا الشتا خير وخير وخير. كنت شيت هاد البابي اللي ما نستغداش عليه، انا من الناس اللي لازم يكون متوفر. بالنسبه للزيت شريت غير قرعه تاع زوج روات تكفيني وتوفيني الحمد لله. لي زيت شريت قرعه كبيره هادي تشد لي حتى شهرين هكاك. لي زيت واسمو شو يقولوا لا جافيل وساني بون امير. كنت نحب بزاف الابيض، ومن بعداتي كليت مع الروايح عندي بروبليم كبير 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 كبير. دوكا راه نقص شويه خير من قبل الحمد لله، مي كاين الروايح ما قدرتش نعاود نولي لهم سبحان الله. هنا تاني الخل البنات، الروز تاني جبت هذا تاع بسماتي، جبت وحده غير صغيره قيسي قيسو برك. بالنسبه للعسل ان شاء الله عندي غوسه تاني حابه نبارطاجيها معكم، ان شاء الله نهار اللي نديرها نصورها. والمعجون وهذا الكغامش راه هو ديروها فوق لا كريم ولا كيما حبيتو. وبالنسبه لهذا باش نقطعوا به كيما هكاك باطا تاع المعجون ولا تاع وسمو طوماطيش ولا تنفعكم. باردون البنات، دونك هذه هي. زيدوا واش قضيت راني نتفكر معكم. شي ثاني لاغوز دور كيما راكم تشوفوا، يعني غير الحاجات فريمون اللي نسحقوهم. واش نقول لكم، راهي واحد السخانه ان شاء الله ربي قدرنا عليها وخلاص. هذا ما كان كوراج البنات، وكيما نقولوا ربي قدرنا وخلاص هذا ما كان. سينو حبيت نقول لكم حاجه، سيك راني نبارطاجي بزاف عفايس سوغ انستغرام، لي ما راهيش ضايفتني على الانستغرام واش راكي تسناي البنات؟ راني نحط دي غوسات بزاف شابين، بارطاجي يومياتي هنا سوغ يوتيوب. راني خطا على خطا لي نقدر نحط لكم هكا دي فيديو، باسكو هي كاينه ميزاجور صابوطات كامل صاحبات القنوات، يعني صابوطان اليوتيوب ما فهمتش هاد الميزاجور لي داروها، يعني لحد الان راهي مفشله كامل. شوفوا اي وحده صاحبه قناه تشوفوها راهي تحط لكم في هاد الفتره فيديوهات، اعرفوا بلي فريمون راهي تجي على جالكم، تجي باش تطلع عليكم. سينو ما كاش حاجه كاع تشجع اليوتيوب، راهو داير ميزاجور كارثيه صابوطي بالبزاف. المهم صاحبه القنوات نقول لكم ربي معاكم، انا وحده منهم توحشتكم وقلت لازم نعاود نحط لكم فيديو. وجيت راح نقول لكم، قلت لكم سيغ انستغرام راني نحط لكم دي غوسات، راح نحط لكم شويه هنايا باش تشوفوا. دونك لي عندها انستغرام تلتحق بنا لعائلتنا تاع الانستغرام. فوالا هذا مكان بين قوسين. سينو ولا غرا وصاري واحد العجب واحد العجب واحد العوج، واحد قلبو تعمر. دي فوا انا دي فوا نولي حابه نصور حابه ندير حابه كنشوف العوج هذاك،
نعاود نفشل يا البنات، والله العظيم غنعاود نفشل، نفشل من الشعب، نفشل من بزاف عفايس. دوك نقول لكم اقل حاجه، اقل حاجه على المرض اللي راه كاين واللي اصلا ما راحش المرض. شوفوا هاد الكيسان، قبل ما نكمل لكم الهضره، هاد الكيسان شريتهم صغيورين كامل، هادو باش كي نكون كيل ولا يواتوني، يعني يجو قيس قيس. هادو حبيتهم انايا، دونك عندي هذاك الكاس الكبير اللي عندكم كامل كيما راكم، هذاك يدير لي كيله كبيره. دي فان ولي حابه ندير غير حاجات صغار هكا، دي ميني بيتزا ولا ما نسحقش بات كبيره ولا، دونك جبت هادوك الكيسان زوج يديروا 8000 الواحد، عجبوني. هنا راني نستف معاكم في الفرامج. الصيف هذا واش يحب؟ يحب فرامج والقليان، وهذا ما كان، هذا ما كان هذا ما كان. قولوا لي واش راكم دايرين مع الموني تاع الصيف، واش راكم طيبوا، كيفاش راكم تجوزوا في اوقاتكم؟ يعني سبحان الله، يعني كي ما يكونش كاين فاكونس نحكي على صحاب الصحراء والاخر. الصيف يجوز شويه ثقيل، شويه ثقيل صراحه، مي الحمد لله. هنا هادو شراهم الزوج عجبوه، هادو باش يعطروا لكم تاني، يعني تحطوهم في الخزانة تاعكم بين الحوايج ويطلقوا لكم ريحة شابة صراحة. ولا غير مازال ما حطيتهمش، مفهمتش علاش. ان شاء الله هاني تفكرتهم، ان شاء الله نجبدهم ونديرهم ونعطيكم رايي فيهم. من بعد يا البنات جست لهنا، قلت لازم لي نغسل هاد الطاقه هادي الوخده، وعجب اللي يدخل الكوزينتي تقابلو قباله، صافي لونطو عليها ما نقدرش. قلت لكم دونك قلت ولا غير ندير الكوراج ويلا تشجيع، انا نتشجع ونصور البنات شويه شويه هكا من نتوما. نقول لكم ديروا كوراج ونوضوا، اذا عندك حاجه ولا بالعقل. شوفوا انا كوزينتي عندي شحال مني بديت الميناج تاعها، بوغ لو مومون حبست بصح، ولا غير كنت كل نهار واش ندير، ما نفورسيش روحي وما نقدرش اصلا نفورسي روحي. غسلتها بالعقل، نحيت هاد الزجاج وثقيل، يعني حتى خفت على روحي حبست، يعني ما نحيتش الدوزيام، ولكن فحفحتها وخرجت تولول. واش نقول لكم، تهنيت منها تهنيت. هذه هي كل مره واش نديروا. من بعد كيما شفتوا كملت فرست القضيان هذاك، غسلت هذيك الطاقه هذيك، نحيتها، تعرفوا نحيت الغبينه، كانت غمتني غمتني ما تيماجينيوش. دونك حسيت روحي خففت هكا كي نحيتها على طريق، وجست قباله ندير العشاء تاعنا. البنات هنا حبيت ندير دي شوفلي، وشوفلي هذا يجي بزاف 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 بنين، انا دارنا كانوا يموتوا عليه. راح نخلي لكم الوصفه تاعو في تعليق المثبت باش ما تسقسيونيش، راح نحطها لكم تما على خاطر راهي في قناتي، يعني راني مشاركتها من قبل. شوفوا العجينه تاعها ما شاء الله مع السخانه طلعت، واش نقول لكم. وهاي لي كلافارس ما درت فيها والو، درت فيها غير شويه تاع فيونداشي مع شويه تاع بصل، شويه فلفل كحل، شويه ملح، وزدت لها لاصوص غوج كيما شفتوا. وانا هذيك لاصوص غوج ندير بها حتى البيتزا كيما قلت لكم، نحطها في دي بوات. درت بزاف لاصوص غوج باش من بعد هاتيك نحط في دي بوات هكا ونكونجليهم، كي نكون حابه نزيد حاجه على العشاء، حاجه على الفطور ولا، نجبد برك هذيك لاصوص وديري غير لاباط وخلاص. هذا ما كانت سهلوا على رواحتيكم، سيرتو اللي راهم يتوحموا ما يقدوش يوقفوا بزاف في الكوزينه ولا مراد. اونفان قد ما سهلتوا على رواحتيكم قد ما مليح مليح. المراه هكا دير شويه حيل اللي ينقصوا عليها العيا، ينقصوا عليها بزاف صوالح، ماشي شرط كيما نقولوا كل حاجه تروحي تكونجليها ولا، بصح كاين عفايس هكا يخفوا علينا. هاي لي كلابات تجي بزاف بزاف هايله، وهاد تقدروا ديروا بها بزاف عفايس. البنات حبيت نسقسيكم تاني في حاجه، واش راكم توجدوا للعيد؟ اسكو راكم توجدوا له ماكمش توجدوا له؟ راح نديروا الكاطو ماحش ديروا، انا تلفت لي كامل فريمون راهي تلفت لي ما بقالوش بزاف. ان شاء الله نعيدوا بالصحه ولهنا يا رب العالمين. حبيت تاني نهضر على موضوع مهم يا البنات، اللي هو موضوع ديال الكورونا. البنات الموضوع هذا يغمني ما تيماجينيوش شحال، ابغ العوج كاع اللي راهو في البلاد اللي رانا عايشينو تاع الماء ما كاش، تريسيتي في هاد السخانه تروح الصحراء يا الصحراء ويقطعوا لك تريسيتي، يعني ما يخافوش ربي حتى تحيري، اقسم بالله غير تحيري، نحيوها لك بساعتين عادي. الماء ما كاش، يعني ابسط حاجه الماء، والناس اللي ما عندهمش لا سيتيرن وراحوا يستلفوا مساكن باش يشرو لقاو لي سيتيرن طلعوا في البخي. اون ديغي با بلد عربي، ولا غير قلبك يضرك. هذه هي، شوفوا هنا البيتزا كيفاش تنفخت، يعني الله يبارك هاولي كيطيب. كنت درت يعني ما تقوليش كثرتي ولا، باسكو ما كناش واحد نايتو،
شنو ها ملي كملت غسلتهم وفحفحت وهنا حابه نهضر لكم على الموضوع هذا. قلت لكم البنات هنا راني حابه نفتح قوسين برك باسكو قلبي دارني بزاف ما نكذبش عليكم. البنات استحفظوا على رواحتكم، استحفظوا على والديكم، استحفظوا على العائله تاعكم. حتى الامهات راهم يعني مستهترين، تخرجي تلقاي حتى هكا طفله مراه مع بناتها مع كدا ماشي دايرين لابافيت، لابافيت ما كاش لا يدير فيها غير قولوا 10%. ما فهمتش الناس لا تقول لك كاينه موجه ثالثه، علاش وقتاش راح المرض يا ناس؟ وقتاش راح انا اقرب الناس ليا قاستهم وليت خايفه عليهم وليت نبكي وليت عايشه في واحد الرعب ما نحكي لكمش. دونك علاش راكم متهاونين في انفسكم يا البنات؟ راهي صح كاينه موجه ثالثه، يعني زاد بصح هو ما راحش مالوغوزمون. راهم الحفلات العراس العرضات الدنيا يا ودي اون ديغي ما كاش المرض، وزيد لا بافيت ما كاش، لو جيل ما كاش. يعني اتقوا الله في انفسكم، هذا واش نقول لكم. يعني اذا ما خفتوش على والديكم وعلى ولادكم وعلى انفسكم خلاص ديجا راهي مهلوكه. ومع هذا الصيف فتحوا لنا كلش 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 كلش، يسمى ربي يجيب الخير. انا نقول لكم تهلاو في روحتيكم بالاكم، ماشي حتى كي يمرض لك باباك ولا يماك وتشوفيهم في حاله ماشي مليحه تبداي تبكي وتقولي كيفاش وعلاش، باسكو انا نشوفو فيهم كيفاش راهم يخرجوا هذه حفلات هذه قلبي معمر نضم نشوف فيهم هذه حفلات هذه عراس هذا سنت كوميرسيال هذا في هذا. علاش ما قلناكمش ما تعيشوش، ما قلناكمش ما تفاكونسيوش، بصحتكم ربي يزيد لكم ان شاء الله. ديروا احتياطاتكم برك. انا كيما نقولوا من جهتي احنا الحمد لله رانا نديروا في احتياطاتنا وربي هو كيما نقولوا ديري احتياطك وربي هو الحافظ وان شاء الله فيها خير. هنا كيما راكم تشوفوا كنت جبت هذا تاع مينيدو بزاف هاي يا البنات كمعطر يا البنات يا البنات وش بيا اليوم ها يا البنات تيريري. المهم بزاف هايل، يعني انا نحكم هذوك الساشيات نديرهم في الخزانه ما بين الحوايج، كي تفتحي هذيك الخزانه ديك الريحه تجيك تجري. وهنايا تاني وحده درت النص تاعها في هذه القرعه، كانت عندي ريزو دو غيزون هذه تاع لوغاج، فرغت لي غسلتها مليح وعمرتها نص وزدت لها الماء وخلطتها. دوكا هذه راني نفشفشها في الفراش، نفشفشها البنات في لي تابي تاعي، نفشفشها في الريدوات بارتو ممكن نطوي حوايجي زعما نحيهم من الغسيل ولا نكون نطوي فيهم ايتو نفشفش هكا وندخلهم الخزانه. يعني بزاف هايله، جربوها ما تندموش. وهنا هاي ليك السوفلي تاعي، شوفوا شحال جا هايل بنين بنين بنين، يعني عجبو صراحه. انا درت البيتزا ما كليتش، يعني دقت منهم برك على خاطرش راني واش نقول لكم، لا فيونداشي ما نحمل لا فيونداشي لا سكالوب لا دجاج لا بعيد الشر واش نقول لكم. يخليك تتبدلي قاعد اللحم. وهادو عجز ندلهم هذاك واش يقولوا لها، عجز ندلهم يا ربي لا اله الا الله محمد رسول الله، الزيتون وكلش درتهم سامبل. المهم البنات جات بزاف هايله، يعني ننصحكم بلا غوسيت راكم تلقاوها قلت لكم في التعليق المثبت. هذا المقطع نورمالمون نحطه لكم مقبله باش تشوفوا الطاقه تاعي كيفاش خرجت. هاي ديك البنات معليش حطيته لكم دوكا، كنت فحفحتها قلت لكم خرجت شعل شعل الحق تاع ربي عييت فيها، مي خرجت هايله وقعدت نرغون واش نقول لكم زعما زاهيه كملتها. فوالا وهاد التشوالق هادو يا البنات شحال هايلين ما نستغناش عليهم، روعه اذا لقيتوهم غير شريوهم. هذه هي الفيديو تاع اليوم، الله برك نكون كنت خفيفه عليكم ونكون حفزتكم يا لو كان شويه معليش. كيما نقولوا انا راني نتوحشكم ونجي نطلع عليكم نجي نقصر معاكم نفرغ قلبي، دي فوا نفتح لكم دي لايفاكم تعرفوني خلاص حفظتوني. دونك هذا ما كان البنات، كيما قلت لكم تهلاو في روحتيكم وبالاكم المرض، راني خايفه عليكم بالبزاف وربي يجيب ساعه الخير. سلام.